تقول: هل للولاء والبراء قواعد وضوابط شرعية؟ وما حكم من قال: أنت حر فيما تعبد؟ الولاء والبراء من أصول الدين، وهو محبة المؤمنين وبغض الكافرين. هذا الولاء والبراء، محبة أهل الإيمان ومناصرتهم، وبغض الكفار وعدم مناصرتهم. هذا هو الولاء والبراء. وأما الذي يقول إن الإنسان حر فيما يدين، هذا كافر، لأن الله جل وعلا ما جعل الناس أحرارا في عباداتهم، وإنما أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. فليس هناك حرية في الدين، ما فيه إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالخلق كلهم يجب عليهم دين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي لا يؤمن بهذا كافر مرتد عن دين الإسلام.